السلام عليكم. هنعرف النهاردة الشوارع الرئيسية في مدينة نصر والكباري الجديدة اللي فيها، خصوصا في المنطقة اللي هي جنوب طريق النصر. المنطقة دي اللي هي مدينة نصر نفسها، مش المنطقة المختلطة مع الاستاد ومصر الجديدة. كمان هنتعرف على فين هو الحي السادس، فين الحي السابع، واللي بيفصلهم بالظبط عن بعض، والحي الثامن والتاسع والعاشر وهكذا. لو انت في ميدان رمسيس ومشيت كده مع كوبري اكتوبر او في امتداد شارع رمسيس ووصلت الدمرداش وبعد كده العباسية، يبقى انت مشيت 4 كيلو، ولما تكمل بعد العباسية وتمشي كده في الخليفة المأمون يبقى انت رايح مصر الجديدة. لكن لو كملت في امتداد رمسيس ونزلت كده 3 كيلو تاني يبقى انت رايح مدينة نصر. ده طريق صلاح سالم اللي لونه ازرق، وده طريق النصر الاوتوستراد اللي لونه لبني فسفوري. يبقى هنا نادي السكة، لان انت هنا ده كوبري اكتوبر وده طريق النصر. طريق النصر شرحناه كله في فيديوهات قبل كده، لكن النهاردة هندخل في المنطقة كلها اللي جنوب طريق النصر اللي هي الشوارع الرئيسية في مدينة نصر ونتكلم عنها. يلا سمع معايا دلوقتي. ده امتداد رمسيس، وده اسماعيل الفنجري، وده يوسف عباس، وده الطيران. قول معايا تاني: امتداد رمسيس، اسماعيل الفنجري، ده استاد القاهرة، ده يوسف عباس، ده الطيران. يبقى احنا دلوقتي عندنا 4 شوارع رئيسية هتتجه بينا جنوبا، هتعدي وتتقاطع مع طريق النصر. هنا هيبقى اسمه محور المشير طنطاوي، وهنا هيبقى اسمه محور الشهيد، وهنا هيبقى اسمه يوسف عباس برضو، وهنا هيبقى اسمه الطيران اللي هو البرتقاني. ده دول ال4 شوارع الرئيسية اللي دخلوا بيك مدينة نصر. ركز معايا كمان، في هنا الشارع الازرق ده اللي اسمه احمد تيسير اللي جاي من كلية البنات واتفتح لغاية ما وصل لطريق النصر. في طريق النزهة او شارع النزهة ده الطويل خالص اللي جاي من ميدان الحجاز، وجاي كمان من تقاطع مع صلاح سالم، وجاي من ميدان السبع عمرات ونازل لغاية بداية عباس العقاد. هنا في كمان الشارع الاصفر ده اللي هو شارع عمر ابن الخطاب اللي جاي من شارع ابو بكر الصديق. لكن احنا ملناش دعوة دلوقتي بشوارع مصر الجديدة، احنا هنركز اكتر على شوارع مدينة نصر. فبعد ما قلنا ان ده امتداد رمسيس اللي هو محور المشير طنطاوي ومحور الشهيد، في هنا كمان يوسف عباس والطيران، عندك طبعا الشارع المهم جدا المحوري في مدينة نصر الاصفر ده هو شارع عباس العقاد، وعندك كمان الشارع الاحمر ده اللي هو شارع مكرم عبيد، عندك بقى شارع اخضر هنا اهو بعد مكرم عبيد بشوية اسمه شارع احمد فخري، وعندك الشارع الاصفر اللي نازل ولافف كده ده اسمه شارع حسن المأمون، وعندك الشارع ده اسمه شارع الطاقة. دي الشوارع اللي نازلة من الشمال للجنوب في منطقة مدينة نصر. هنعرف دلوقتي بقى الشوارع اللي ماشية من الغرب للشرق في مدينة نصر. ده طبعا شارع طريق النصر اللي هو جاي من الجنوب، لكن في مدينة نصر بيتحول لشارع ماشي من الغرب للشرق مش من الشمال للجنوب، وده شرحناه في فيديو قبل كده. عندك كمان الشارع الفوشيا ده اللي بيتقاطع مع عباس العقاد اسمه شارع البطراوي او دكتور البطراوي، وعندك الشارع الاصفر ده اللي بيتقاطع مع الطيران ويوصل لغاية يوسف عباس ده اسمه شارع اسماعيل الاباني. وما تلخبطش بين اسماعيل الاباني وبين ابراهيم اللقاني، ابراهيم اللقاني كان هنا ماشي وسط قصر الجمهوري اللي هو ده اللي بيتقاطع في ميدان روكسي، ده اسمه اسماعيل، ده اسمه ابراهيم اللقاني، لكن اللي هنا في مدينة نصر اسمه اسماعيل القباني. عندك بقى شارع مهم جدا الازرق ده شارع مصطفى النحاس، بس امتداد مصطفى النحاس بعد حسن المأمون غالبا بيبقى اسمه شارع افريقيا، وامتداد مصطفى النحاس بعد يوسف عباس والطيران بيبقى اسمه شارع علي امين. طيب عندنا كمان شارع جنوب تاني اهو، الشارع الطويل جدا ده اللي بيوصل للطريق الدايري، الشارع ده اسمه زاكر حسين في الحي السابع، في الحي التاسع والثامن والعاشر اسمه الشارع احمد الزمر، وبعد كده في المنطقه الجديده اللي هي جنوب جاردينيا دي في منطقه زهراء مدينه نصر اسمه شارع الميثاق. عموما المسافه من طريق النصر لغايه المنطقه الصناعيه اللي هي في جنوب مدينه نصر المثلث الصناعي ده، المنطقه الحره دي، حوالي 4 كيلو او اقل شويه، لكن المنطقه من محور المشير طنطاوي لغايه الحي العاشر حوالي 7 كيلو. امتداد عباس العقاد ما اسموش عباس العقاد، اسمه الدكتور ابراهيم ابو النجا، وامتداد شارع الطيران بعد مصطفى النحاس ما اسموش شارع الطيران، اسمه الدكتور عبد الله العربي، وامتداد شارع حسن المأمون بعد شارع مصطفى النحاس ما اسموش حسن المأمون، بيسموه شارع الدكتور حسن الشريف. المسافة من أول عباس لغاية شركة إمبي اللي هنا
2 كيلو و650 متر، يعني 2 كيلو وثلثين الكيلو بالظبط. ايه بقى الكباري الجديده اللي اتعملت في منطقه مدينه نصر؟ تعالوا نشوف. نبدا من اول شارع الطيران هنا. شارع الطيران في التقاطع مع اسماعيل الاباني، في كوبري اهو بطول شارع الطيران في تقاطع مع اسماعيل الاباني. كمان شارع عباس العقاد في تقاطع مع الفش ده اللي هو شارع الدكتور حسن البطراوي، هنلاقي برضو فيه هنا كوبري اهو اتعمل علشان انت تمشي في عباس العقاد على طول او تمشي في الدكتور البطراوي على طول. كمان هنا في تقاطع دكتور البطراوي مع مكرم عبيد برضو في كوبري، يعني زي ما انتم شايفين في كوبري هنا في كوبري تاني هنا، يبقى في كوبريين في شارع دكتور البطراوي. نروح كمان لشارع مصطفى النحاس اللي هو الازرق ده، هنلاقي ان هنا في كوبري برضو اتعمل يشمل شارع الطيران وشارع يوسف عباس مع بعض، شارع الطيران البرتقاني ويوسف عباس اللبني ده، في كوبري اهو طالع فوقيهم في شارع مصطفى النحاس. كمان شارع مصطفى النحاس في تقاطعه مع عباس العقاد طبعا اتعمل كوبري. كمان شارع مصطفى النحاس في التقاطع بتاعه مع مكرم عبيد اتعمل هنا برضو كوبري، وكمان مصطفى النحاس الازرق في تقاطعه مع حسن المأمون اتعمل كوبري اهو هنا برضو. ففي اربع كباري كده واضحه في طريق مصطفى النحاس. طيب بالنسبه للشارع البنفسجي ده اللي هو احمد الزمر وامتداده هنا زكر حسين، ففي تقاطع بينه وبين حسن المأمون اللي هو حسن الشريف امتداده كده، ده هنا كده عملوا كوبري برضو في التقاطع بينهم بامتداد احمد الزمر. والشارع ده اللي هو احمد الزمر لسه فيه انشاءات كتيره هتتعمل بس لسه ما اكتملتش غالبا، وكمان هو اللي بيوديك للتجمع الاول وشمال اكاديميه الشرطه، بيوديك للطريق الدايري اللي هو الاحمر ده. المحور الاحمر ده هيتعمل جديد، ده هيبقى اسمه محور الوفاء والامل، وده جاي من التقاطع بين محور المشير ومحور الشهيد جنوب المنطقه الصناعيه الحره وقريب من المقطم. زي ما انتم شايفين محور المشير ده بيودي على القاهره الجديده، ومحور الشهيد بيودي على طريق العين السخنه، الاثنين بيروحوا للدايري، بس واحد بيروح للدايري هنا جنوب كايرو فيستيفال، والتاني بيروح للدايري عند امتداد العين السخنه، يعني طريق امتداده هو طريق العين السخنه. فهنلاقي التقاطع بين المحورين المهمين الجداد دول هيطلع منه طريق اسمه محور الوفاء والامل، ده رايح شمال جاردينيا كده عند طريق السويس، عند طريق السويس. هنعرف دلوقتي بقى حدود الاحياء السادس والسابع والاماكن المهمه في مدينه نصر او المرافق المهمه. زي ما انتم شايفين في اماكن كتير انا موضحها على الخريطه لكن هشرحها في فيديو جاي. دلوقتي بس نعرف الفوارق والفواصل بين سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر في احياء مدينه نصر. اولا الشارع ده او الطريق ده، الشارع ده اسمه شارع مصطفى النحاس كله كده بامتداداته شرقا وغربا. الشارع ده هو اللي جنوبه، يعني هو كده تحتيه كده في الجنوب احياء السادس والسابع والثامن والعاشر، مش شماله، مش المنطقه المحصوره بينه وبين طريق النصر، لا المنطقه المحصوره بينه وبين احمد الزمر هو ده سادس سابع ثامن عاشر. يعني هنلاقي ان السادس هو جنوب هنا امتداد مصطفى النحاس، يحدوا كده مصطفى النحاس، يحدوا من هنا امتداد رمسيس اللي هو محور المشير طنطاوي، يحدوا جنوبا مصنع كوكاكولا ومنطقه الجبل الاحمر، المنطقه دي كلها عسكريه اسمها الجبل الاحمر، ويحدوا بقى من الناحيه دي ويفصلوا عن الحي السابع الشارع المهم ده شارع الخليفه الظافر. شارع الخليفه الظافر هو الفاصل ما بين الحي السابع والحي السادس، فالحي السادس صغير خالص بالنسبه للسابع اللي هنعرفه دلوقتي. تمام، ننتقل بقى. الخليفه الظافر يا جماعه جاي من امتداد مصطفى النحاس ورايح لغايه امتداد الطيران في الناحيه الجنوبيه، انا بصراحه اعذروني مش قادر احفظ اسامي الشوارع دي كلها. بعد كده الحي السابع هو اللي ماشي ما بين من اول هنا الخليفه الظافر لغايه هنا كده جنوبا المنطقه دي كلها ولغايه عباس العقاد، هو ده الحي السابع. يبقى عندك هنا مصطفى النحاس، الخليفه الظافر، كل ده اسمه الحي السابع لغايه عباس العقاد. اما الحي الثامن هو المستطيل ده، المستطيل ده هو الحي الثامن اللي هو من اول عباس العقاد لغايه تقريبا السراج مول لغايه هنا، لان بعد كده انت بتنتقل للحي التاسع اللي هو جاي من عندك امتداد حسن الشريف وحسن المأمون، الحته دي ده الحي التاسع المنطقه دي. بس ما عادش نقول حي التاسع، احنا بقينا نعتبر ان المنطقه دي كلها اسمها الحي الثامن اللي هي احمد الزمر، عباس العقاد، مصطفى النحاس، حسن الشريف او حسن المأمون، وبعد كده الحي العاشر اللي هو متوازي الاضلاع اللي احنا شايفينه قدامنا ده، هو ده الحي العاشر من عزبه الهجانه كده
ولغايه احمد الزمر ولغايه هنا حسن الشريف ومدرسة المنهل دي، والشارع ده اللي هو امتداد مصطفى النحاس او شارع افريقيا، هو ده الحي العاشر او منطقة الحي العاشر اللي هيعدي فيها محور مهم اللي هو محور النور والامل. ممكن نقول دي برضو تبع الحي العاشر، المنطقة الجنوبية دي تبع الحي العاشر، وهنا في سوق السيارات المستعمل بتاع الحي العاشر. شكرا ليكم واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.